الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد جد الله وبرنامج الإنس والجن. قال الله عز وجل في محكم التنزيل والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. القضية الحقيقية الغائبة أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الإنس والجن إلا للعبادة، فأصل الخلق عبادة الله الواحد الأحد. وما أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل والأنبياء إلا لدعوة الناس للتوحيد وعبادة الله الواحد الأحد والبعد عن الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وتحدثنا في اللقاء السابق عن قضية من أخطر قضايا المجتمعات، ألا وهي قضية السحر التي انتشرت انتشار النار في الهشيم، أفسدت البيوت، دمرت المجتمعات، ضيعت الشباب، وهذا واقع يلمسه الجميع، وإن أعرض عنه كثير من القنوات الفضائية، إلا أنها حقيقة واقعة يلمسها الجميع في حياته. فالجن عالم خفي، والسحر مذكور في القرآن، وقال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. إذن إقرار القرآن الكريم بهذا أمر لا مفر منه ولا جدال فيه. مشاهدي الكرام، إن السحر من أخطر الأعمال الشركية التي حذر الله عز وجل منها، حذر منها الساحر وحذر منها متبعيه. ومعنى اليوم فضيلة الشيخ المعالج عبد السلام الضوي. نرحب بحضرتك. أهلا وسهلا بك أستاذ المشاهدين. الشيخ عبد السلام له خبرة أكثر من 22 عام في هذا المجال وفي هذا العلم، ومن الله عليه بكثير في هذا العالم الخفي. ولمشاهدي الكرام المتابعة بالأسئلة على صفحة الفيسبوك باسم محمد جد الله، لمن أراد أن يرسل أسئلة، وبإذن الله تعالى إن كان هناك مداخلات فلنسمح بها. ونستكمل الحلقة الماضية مع شيخنا الفاضل المعالج عبد السلام الضوي في السؤال: ما هو القرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القرين هو شيطان وكل بالإنسان بقدر الله سبحانه وتعالى منذ نشأته ومنذ ولادته. هو مقرون بالجسد، أي لا يفارق الجسد، فهو شغله الشاغل هو شيطان كل بالإنسان بالوسواس والوساوس وتحويل الطاقة الإيجابية في جسد الإنسان إلى طاقة سلبية، بمعنى كل ما يقدم عليه الإنسان من عمل أو نشاط بيبدأ يحاول إن هو يحبطه في عمله. يعني النهاردة أنا ناوي النهاردة أنزل شغلي، لا ما تنزلش النهاردة، لا ريح أنت تعبان، هذاكر النهاردة، لا بلاش تذاكر النهاردة أنت تعبت كده، كفاية عليك كده، لا ذاكر كمل بكرة. دي النفس ولا القرين؟ لا ده القرين وليس النفس. ربنا بيقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. النفس هي بطبيعتها فيها الصلاح، نشئت على الصلاح، ولكن الوسواس يأتي من القرين، ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يعني معنى كده حضرتك ان اللي عنده وسواس قهري ممكن يكون بسبب القرين؟
جزئي. أغلب الوسواس القهري بيكون وسواس قهري أولا، ممكن يكون مرض نفسي بيتسلط القرين على المرض النفسي بزيادة المرض على الشخص، بيزداد ويصبح وسواس قهري بمساعدة قرين الجسد، لأن قرين الجسد بيحول الطاقة الإيجابية في جسد الإنسان إلى طاقة سلبية لإفساده وإحباطه. دي علاقته بالإنسان، دي علاقته بالإنسان. القرين بالإنسان. نعم نعم. طيب هو هل القرين يموت يا شيخ؟ القرين لا يموت، القرين من المنذرين، قال رب اجعلني منذرين، لأن هو من فصيل إبليس فلا يموت، هو منذرين. يموت يعني الإنسان، الإنسان ولا يموت القرين. لا يموت القرين. نعم. طب أين يعني يكون مكانه؟ وراء القرين دائما يسكن المقابر والجبانات بعد موت صاحبه. وده ليه علاقة بمس المقابر؟ مس المقابر، مس المقابر هو مس المقابر للأسف ناس كتير تجاهله، ويمكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن زيارة المقابر كان سبب أساسي، لأن النساء أكثر نواحا وعويلا وبكاء ولطما، ودي الحالات اللي ممكن يقترن فيها المس بالجسد في حالات الخوف الشديد والفزع الشديد والحزن الشديد والبكاء واللطم والعويل. ولذلك النساء الرسول نهى زيارة المقابر عليه الصلاة والسلام، نهى زيارة المقابر للنساء بسبب هذه الأسباب، لأن للأسف سكان المقابر بيكونوا مرضى، والمرض دول من أشد أنواع الجن، وإذا مسوا بني آدم بيزوا أذية جامدة جدا يعني. طيب حضرتك في أسئلة يعني موجودة برضو معانا. في حضرتك دلوقتي إيه هي أدوات الساحر بيستخدمها؟ يعني الساحر لما بيجي يبتدي في عملية السحر والكفر والشرك بالله، إيه هي الأدوات بعد طبعا المرحلة الشركية اللي هو بيشرك فيها بالله، يعني عشان يصل للمرحلة إن هو يسخر فيها الجن زي ما احنا عارفين؟ أدواته لسحر شخص ولا أدوات اللي بيستخدمها؟ الأدوات اللي بيستخدمها لسحر شخص. لا، الأدوات اللي بيستخدمها لسحر أشخاص. نعم، الأدوات أولا الركائز الأساسية اللي بيركز عليها السحر دايما في سحر أي شخص أيا كان، بيركز على اسم الشخص، اسم أمه، دول تركيز أساسي. أيوة. ممكن صورة من صور الأشخاص، ولذلك بننهى بنقول يا الناس مع احترامي ليكم وللجميع، بلاش حد يدي اسمه ولا اسم والدته لأي حد أي مخلوق، لأن ممكن يسحروا عليه. زي ما هو يعرف من اسم الأم واسم الشخص يقدر يوصل لمعلومة في حياة البني آدم أو سر ما في حياة البني آدم، عشان يبدأ يستطيع أنه ينصب شباكه لهذا الشخص ويحيله أنه هو بيعرف الغيب ويعرف حياته ويعرف أسراره، فيبدأ الشخص يصدقه ويبدأ يستسلم ليه في كل شيء. فبنقول بلاش ندي الاسم، الاسم ده ممكن يعرف منه حاجات كتير، وممكن يوصل للقرين يعرف عنك كل شيء، وممكن يسحرك عليه. عن طريق ايه حضرتك بيوصل للقرين؟ يعني هو بيبدأ يحسب الاسم بتاع الشخص، كل حرف من أسماء الشخص وأسماء والدته كل حرف بيبقى ليه رقم معين، الرقم المعين ده ما بيحسبهم بيقدر يعرف برجك إذا كان ترابي ولا ناري ولا مائي، ولا إذا كان هوائي ومائي وترابي وناري. بيعرف يوصل للقرين، يعرف نقاط ضعفك ايه، عشان لو حاب يعمل سحر يقدر يعرف عني حاجات انا يعني هو يقولها لي تكون موجوده فيها فيما سبق. فيما سبق ما هو بيبعت الشيطان لقرينك، وكنت الحلقه اللي فاتت ما كملناش السؤال، هو بيبعت الشيطان لقرينك، هو قرينك شيطان والخادم السحر اللي هو شغال بيه ده شيطان، فبيوصل لقرينك فصيل واحد بيقول له والله الدكتور محمد ده قصته ايه، بيقول له دكتور محمد ده قصته كذا 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 واسراره كذا كذا 1 2 3 4 5 وهكذا، بيسرد له كل تاريخ حياتك حتى اسرارك، لان قرينك ملازمك من صغرك قاعد معاك في جسدك ما بيخرجش، عارف عنك كل شيء. هل هو قرين الانسان عدو لي؟ طبعا طبعا. قال ان الشيطان عدوا فاتخذوه. قال قرينه ربي ما اضيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. نكمل مع احترامي. اسم الأم واسم الشخص، إما ممكن يشتغل على صورة، ممكن يسحرك على صورة.
تمام. ممكن يوصل لقناك برضه عند الصوره، ممكن قطر اي هدوم يعني حضرتك الصور اللي بتوضح الصور اللي ماليه السوشيال ميديا والحاجات دي كلها ممكن في صحراء يشتغلوا عليها ولو ما اشتغلش عليها ساحر ممكن انت تتاذي بسبب عين او حسد. انت بتنزل صورتك النهارده مثلا في مارينا، سافرت باريس في الحته الفلانيه، شايفك انت رحت فين وجيت منين، فكله كله للاسف ممكن بي 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 بيتابع اخبارك انت فين، فممكن بلاش تتسحر، ممكن تتحسد. والعين حق، الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك العين بعد القضاء والقدر تؤذي برجل القبر والجمل للقدر. اكثر من نص امتي تموت بسبب النفس، لو سبق القبر لسبقته العين. دي احاديث صحيحه. هل العين ممكن تسبب حضرتك يعني العين او السحر تحديدا الاثنين دول ممكن يسببوا مرض عضو مزمن؟ سيدي العين لما بتخترق الجسد بيخش الجسد بعد اختراق العين شياطين اسمهم شياطين العين او شياطين الحسد حسب النظره. لو النظره دي كانت نظره حسد بيخش شيطان حسد، الحسد اهون من العين. كانت نظره عين بيخش شيطان عين، ما بقاش فرض، ممكن 2 3 5 10 ممكن 30 40 ممكن يبقوا جوه الجسد، وممكن يسلطوا عليك في عربيتك سيارتك، ممكن في بيتك، ممكن في حياتك في عملك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اعوذ بالله من كل شيطان وهامه وكل عين لامه، بمعنى ان دايما الشيطان العين دايما مقترن بالشخص اللي عارف ان هو عينه بتحسد او بيعين الناس، فدايما بيكون مقترن قاعد جنبه زي عفوا الجزار ما يكون جنبه شويه القطط والكلاب الله يعزك مستنيه بس يرمي عفوا عظمه او حته لحمه عشان ياكلوهم، ملازمين كده. فالشيطان دايما بيكون ملازم الشخص اللي هو عارف ان عينه بتحسد، عشان مجرد ما يبص يخترق الجسد الشيطان، دخل الجسد بيدمر الجسد. الرسول زي ما قلت عليه الصلاه والسلام يعني ممكن يسبب مثلا امراض مزمنه كسرطان يا سيدي الفاضل احنا بناخذ بقول الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم العين بعد القضاء والقدر تؤتي بالرجل للقبر والجمل للقدر. الرجل يروح القبر، يروح القبر ازاي؟ بسبب ان حد هو ممكن العين تموته في الحال، ولكن ده بنسبة بسيطة، ممكن بنسبة 20% ان هو ياخد عين ويموت في الحال. نعم. ولكن هي العين لما بياخد العين ويخش شياطين الجسد، الشياطين دي اعداء للبني ادم حسب ما استقروا، ممكن يستقر في راس بني ادم. يعملوا صداع مزمن في بطن بني بدون ادم، أي في صدر بني ادم، في قلب بني ادم، في ارجل، في ايدي، دخل بيبدا يعمل بيعمل حاجة اسمها عقد. بيعقد على الجسد. نعم. لأن مشكلة شيطان العين أقوى من خادم السحر، بمعنى شيطان العين بيكون شيطان ساحر. نعم. مارد ساحر عنده علم السحر، بيشتغل هو بالسحر بنفسه، هو شيطان وعنده علم السحر. نعم. هم درجات برضو في العلم زي نعم. اللي أتى بعرش بلقيس يعني كان عنده علم أكتر من الآخر، فهم درجات في العلم. فضل. فشيطان العين اقوى من خادم السحر. خادم السحر ده موكل من ساحر على شخص ما، الساحر بيبعته بيقول له روح اعمل في هذا الشخص كذا وكذا وكذا، خش جسده اعمل معاه كذا، او خليك بره الجسد سلط عليه في كذا، كرهه في مراته، اوقف حاله في شغله، خليه يقع يتكسر، يعني في امور كتير في السحر. نعم. اسحار كتيره يعني تتفرع منها، السحر بيتفرع منه فروع كتير جدا. فشيطان العين بيخش الجسد، هو ساحر بيخش يعقد عقد سحر على الجسد. نعم. عقد السحر دي تسبب أمراض وتسبب أسقام للإنسان، يعني صداع مزمن بلا أي نوع من أنواع المسكنات، وممكن ألم مثلا في المعدة ومفيش أي دكتور ممكن نخش فحوصات وتحاليل وما تثبتش أي حاجة عندك وما زال الألم موجود، والألم موجود، وممكن يمنع إنجاب، يمنع حمل، يسكن الرحم الدرجة. يسكن الرحم، لو سكن الرحم وعقد في الرحم ممكن يعقد على المبيض اليمين او المبيض الشمال او على الرحم نفسه، خلاص عفوا ما يبقاش يحاول. طيب بعد اذن حضرتك معانا مداخله الاستاذ علي اسيوط، اتفضل. اهلا بيك، لو سمحت انا كنت عايز اسال الشيخ سؤال، يعني سؤالين ثلاثه معلش يعني. اتفضل يا فندم في عجاله بس عشان وقتنا في عجاله. حضرتك معاك الشيخ. انا عندي حته التثاؤب بصوت عالي جدا انا والمدام. نعم. بالساعة ونص ساعة، وبرضه مع أذكار الصباح والصلاة والكلام ده وقراءة سورة البقرة. نعم. وحاسس الأمور بتتعقد أكتر يعني. وتاني حاجة قعدت مع راجل الشيخ قال لي هيحصل معاك بعد سنة يعني مشوار طلاق وجواز وهيحصل معاك كذا، وما تخش شوية مشوار وعلى بداية سنة جديدة وهيحصل جواز، وصح
قعدت سنه كامله ودخلت في مشاوير كثيره وكلها اتفركشت. ومعلش السؤال الاخير، قعدت مع واحد برضه شيخ ثاني كان في خلوه لي 40 سنه فقعد في البيت. كنت في الكليه كان اخر سنه كده، فقال لي ليه مش عايز تخش امتحان القران؟ فقال لي طب ما تحفظ اول سوره البقره ايه الكرسي، ما حفظش اما الرسول مش بيصلي كذا يخش الامتحان. وكان الراجل لا يعرف يقرا ولا يكتب، واتلغيت الاربع اسئله جابوا في الامتحان كلهم. هل ده معاشر جن ولا كيف عرف امتحان القران اللي هيجيني؟ عفوا معلش الشيخ، معلش عفوا الشيخ قال لك ايه؟ معلش قال لك ايه الشيخ؟ قال لي كنتش عايز اخش امتحان القران، قال ما حفظش اول سوره البقره ايه الكرسي، ما حفظش اما الرسول مش بيصلي كذا، خش الامتحان وربك يسهل وهتنجح. اتلغيت الاربع اسئله بالظبط جو في الامتحان، وكنت في سنه ثالثه وزول الامتحان الاسئله اللي قال عليها. وراجل لا يعرف يقرا ولا يكتب ولا بصمج. نعم. بارك الله فيك. شكرا. وبرنامجك الجميل بارك الله فيك. شكرا شكرا لحضرتك. موضوع التثاؤب ده يا اخي دايما بيكون مصحوب من علامات، من علامات واعراض العين والحسد. دايما انسان بيتثائب كتير، بيبقى عنده ثقل فوق على الناصيه بتاعه الوجه فوق الحاجبين، عنده كسل دائم، لما يحب ينزل يوم من النوم الصبح كده عشان ينزل شغله يحس ان هو كسلان مش عايز يقوم مش عايز يتحرك. فدي ممكن عين وحسد معاك. وطبعا العين والحسد عشان يروحوا طول، طبعا عليك بقراءه المعوذات، اقراهم على ميه واشربهم، ودايما اقراهم بعد كل صلاه 7 مرات علاوة على خواتيم البقرة، وعليك بآيات العذاب والحرق هيسمعهم دائما عشان لو في أي شياطين بفضل الله يشققوا ويخرجوا من الجسد إن شاء الله. والفلق طبعا عشان الحسد والناس إن شاء الله. أما الشخص اللي قال لك ادخل الامتحان وربنا هيكرمك وهتنجح إن شاء الله، طبعا هو ربما يكون أساسا هو توقعات مش أكتر ولا أقل، لأن لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، بس مش هقدر أقول لك أكتر من كده يا أخي. طيب في جزئية كان بيقول برضو اللي هو موضوع الطلاق ومشاكل والكلام دوت إنها حصلت معه كده، وفي وقف حال وفي مشاكل. وقف حال ممكن من العين والحسد، لأن العين والحسد قلنا بيقترن مع العين، شيطان عين بيدخل الجسد 1 2 3 سي أيا كان والعدد. فممكن لو هو اساسا شخص بيتعامل سفلي يعني ساحر، ممكن يستطيع بارسال شيطان للقرين بتاع جسدك يعرف منه شياطين العين والحسد مكلفين بايه وهيوصلوا معاك لايه مستقبلا. طب هل ممكن بعد اذن حضرتك يكون الضرر ده وقع عليه بسبب الشيخ دوت، ان هو يكون ما هو الشيخ ولا حاجه ويكون دجال ويكون مثلا انسان بيتعامل مع جن ومشرك بالله، وارد. وهو اللي يكون مثلا عمله المشاكل كلها؟ وارد وارد وارد، ولكن ممكن بسبب حتى اعتقاده في ان الرجل ده ممكن ان هو ينفعه. ما هو النهارده الانسان لما بيلجا لحد ممكن يقول له انا حل لك مشكلتك كلها، انا معايا جن بيخدم، انا الكلام ده كله ده اساسا شرك بالله يعني مبدئيا. بص يا دكتور معانا طب الاستاذ ولاء اتصال. اتفضل يا استاذ ولاء. استاذه ولاء انا اسف يا فندم لحضرتك. لا ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا بصلي وبقرا قران وبسبح وبعمل كل حاجة، بس عندي خوف وعندي شك ان انا تعبانة واي حاجة توجعني اقول انا خلاص يعني الحاجة دي هتموتني، رغم ان انا بعمل كل حاجة وانا ست الحمد لله مبسوطة وميسرة الحال، بس مش عارفة في ايه، مش عارفة في ايه، وببقى برضو جسمي همدان ومش قادرة اقوم من على السرير، مش عارفة، ومع ان انا سن صغير 33 سنة. احتمال كبير حياتك ممكن يكون معاك عين وحسد، واحتمال يكون اساسا وسواس قهري. فلو وسواس قهري اعمل ايه حضرتك في الوسواس القهري؟ الوسواس القهري احنا بنقول لو الوسواس القهري ده من القرين بن علينا بقراءه سوره قاف يوميا 3 مرات ان شاء الله مع سوره الجن واول 10 آيات من سوره الصفات، نستمر عليهم لمده 21 يوم ان شاء الله كل شيء يزول ان شاء الله. شكرا. عفوا اتفضل يا فندم. حضرتك كان معانا في سؤال من ضمن الاسئله المهمه جدا، يذاع على كثير من القنوات الفضائية جلب الحبيب في 3 ساعات، موافقة الأهل على الشريك في 3 ساعات، رد الغائب في 3 ساعات. يعني الكلام دوت حضرتك يعني ايه موقفه من يعني من الدين ومن الشرع؟ والله موقفه من الدين والشرع لو كان رد المطلقة في 3 ساعات وجلب الحبيب
وموافق الاهلي على الشريك. طب انا بسال سؤال لو بالمنطق كده ان شاء الله، يعني انا لو جه وقال واحد يتقدم لبنتي وهو انسان لا يصلح، بمعنى اصح انسان عاطل او انسان للاسف ما يناسبنيش بمعنى اصح اخلاقيا، ازاي انا هوافق عليه؟ النهارده ما وافقتش عليه وبعد يوم الاقي نفسي بتصل عليه اقول له تعالى اهلا وسهلا بيك، هل ده بالمنطق ده فعل طبيعي؟ وهل هو اللي زي ما بقول لك العلاج بالقران، انا بقراها دايما بقول لك العلاج بالقران، القران بريء من التحايل، ده تحايل قريب تحايل، ما فيش قلب الحبيب. قلب الحبيب ايه؟ قلب معنى يعني قلب الحبيب ان انا بميل قلب شخص لشخص اخر بدون وعي وبدون احساس ولا ايه، نعم طيب غصب عنه منساق لذلك. بعد اذن حضرتك هنكمل بس معنا اتصال. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك في سيادتك يا دكتور محمد. ممكن اكلم فضيله الشيخ؟ اتفضل معاك الشيخ على الهواء اتفضل. ماشي. السلام عليكم يا فضيله الشيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يعزك ويبارك في سيادتك. معاك ابراهيم شب لسيادتك. انا تعبان تعب رهيب حضرتك يا فندم. الف سلام عليك اتفضل. ربنا يعزك. انا كل يوم حد بلاقي ميه صباحيه الاثنين الاقي ميه مرشوشه على البسطه بتاع السلم من تحت. نعم. اطلع سيادتك كده ببقى في حاله عصبيه والبيت كله يهيج. نعم. الميه دي مره الاقيها حمراء ومره سمراء ومره محمره خالص بتندلق الحد صباحيه الاثنين والخميس صباحيه الجمعه. نعم. نعم. جيت رحت لجأت الشيخ حضرتك كده قال لي اقرا على ميه وحط عليها ملح وخل وامسح السلم. طبعا انا استحرمت ان انا اقرا على ميه بملح وامسح السلم بيها، حطيت ميه وخل وما قريتش ومسح. نعم. اللي كان بيرش الميه دي منع الميه لمده اسبوع. نعم. والميه دي سيادتك بتندلق في اثناء الصلاه وانا بروح اصلي العشاء. نعم. في اعراض؟ طيب في اعراض يا استاذ ابراهيم؟ في اعراض؟ اعراض في جسم حضرتك، تعبان وفي نوم رهيب وبحس ان اعصابي كلها متكسره. نعم نعم. لقيت مع سيادتك المايه لقيتها اندلقت مره ونزلت شفتها لقيتها بتدخن حضرتك. نعم. ايه الحل سيادتك يا فندم؟ معاك الشيخ اتفضل. اتفضل. بص يا استاذ الفاضل، المايه دي المايه اللي انت بتتكلم عليها دي بالطريقه اللي انت بتتكلم عليها بالالوان اللي انت بتتكلم عليها دي ميه سحر. ميه سحر بتترش اسمه السحر المخطى او السحر المرشوش. تمام. فالسحر المرشوش ده علاجه ان انت طبت الحاجه دي لو اي حد مر عليها لازم هيشيل السحر. فعشان نشيل عدت على تعبت حضرتك برضه. ما اي حد هيمر عليها يا اخي، اي حد هيمر على الميه دي ميه سحر هيشيل، اي حد ايا كان سواء عندك في البيت او فوقك او تحتك عدى على الميه لازم يشيل السحر. فطبعا انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل يعني في كل مؤذي. طبعا عليك بقراءه ايات السحر، قراءه ايات السحر وقراءة الفلق والناس مكررة 7 مرات وتقرأهم وترش على السحر ده وتجيب عفوا مساحة تمسحه. بس هو المشكلة ان انت مش هتسلم، ما هو انت النهاردة هو رشلك ومسحته وبكرة طب في اي يوم تاني ما هرشلك تاني وتالت، هتفضل بقى انت هتقف على السلم بقى على طول بعد كده. مشكلة. هنقول حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله انت اعرض نفسك على راقي بحيث ان انت تفك الحاجه اللي معاك دي. بس هل انت هتامن شره بعد كده؟ ما هي المشكله. قلبي لما ضرني داعي يكسر اسقامي واوجاعي، كيف احتراسي من عدوي اذا كان عدوي بين اضلاعي. المشكله ان هو البرشاق معاك اكيد يعني مش هيسيبك. لله هنقول حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. طب حضرتك في سؤال يعني بيشغل كثير من الناس يعني في هذا العلم وفي هذا المجال. هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم؟ يعني أنا دلوقتي يعني بصلي الوقت بوقته تمام وفي المسجد ال5 أوقات وبقرأ القرآن ومحافظ على الأذكار وجالي كده يعني حاجة بيضة في بيضة ما شاء الله يعني وجي قال لي أنا جن مسلم وإنت بتاع ربنا وأنا عايز أساعدك. جميل. في الخير. جميل. وما تعملش أي حاجة شر. تحل للناس مشاكلها. جميل. وانا عندي العلم اللي انا ممكن اساعدك بيه، هل يجوز شرعا؟ لا يجوز شرعا الاستعانه بالجن. سواء هو عرض او ما عرضش، وانا اعرف منين اذا كان مسلم ولا غير مسلم. وبعدين هو لو كان اساسا مكاننا كان نفع نفسه. ربنا بيقول ولا تجعلوا لله اندادا، اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. لا اله الا الله. نعم. انت عشان تستعين بغير الله انت اشركت.
يعني أنا أستعين بالمخلوق وأترك الخالق. نعم والله، يا أخي وأنا في بداية الحلقة قلت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالقضية أصلا قضية عبادة. نعم في الأول وفي الآخر لازم العبادة، لازم يقين، أنت عندك يقين بالله أنه هو ربنا بإيده كل شيء، ولكن هتلجأ لمخلوق؟ ما ممكن يكون كافر ويضحك عليك ويقول لك أنا مسلم، وياخدك بعد كده يدخلك فيما لا يحمد عقبة. نعم، وكفايه ان هو يعني يبقى فقدك حته اليقين كانسان خلاص، هو خلاك اعتمادك، وخلى اعتمادك كله عليه. مش هتقول يا رب، مش هتقول يا رب، خلاص هتقول يا عفركوش. صح صح صح، وممكن ما يكونش اسمه عفركوش. طيب عندنا سؤال حضرتك، ما هي مشروعيه العلاج الجماعي لاكثر من حاله؟ يعني لما يكون دلوقتي في اكثر من حاله عندها مس او سحر او لبسه او اي نوع من هذه الانواع، يعني هل يجوز العلاج الجماعي ليهم؟ العلاج الجماعي لا يجوز العلاج الجماعي ولا يصح العلاج الجماعي، لأن في حاجة أولا اسمها الخصوصية. نعم. خصوصية الشخص. فعشان أنا أجيب خمس ست سبع ستات أو نساء وأقعدهم كده مع بعضهم، والرجال بتاعتهم تبقى واقفة كده، أو هم رجالهم مش موجودين وأنا أبقى منفرد بخمس ست 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 نساء موجود معاهم وأقرأ عليهم، وأزواجهم مش موجودين معاهم، أزواجهم يبقى موجودين معاهم يا إما مش هيبقوا موجودين معاهم. نعم. لو هم مش موجودين معاهم إزاي أنا أختلي بيهم؟ ده أول يجوز. حاجة. لا يجوز. لا يجوز. تاني حاجة، لو موجودين معاهم الرجال هتبدأ تتفرج على النساء الأخريات، ما هو كل واحد بقى معلش نفسه أمارة بالسوء. نعم. ثالثا وده الأهم، لازم كل حالة لازم أنا أفحصها فحص تام، أقرأ عليها أعرف مشاكلها إيه، لأن حالة واحد غير حالة اتنين غير حالة تلاتة غير حالة أربعة، ده مس وده عين وده حسد وده سحر، ما ينفعش. كل حالة وليها رقية معينة وليها صور معينة تقرأ عليها. سؤال، أقوى حالة في خلال 22 سنة مثلا في هذا المجال قابلت حضرتك وكانت صعبة جدا، أو يعني إيه يعني أقوى حالة إيه، أو أقوى مثلا حالتين كان معاهم مشكلة كبيرة جدا؟ بص، مشكلة أكتر من حالة مش حالتين، حاجات كتير صادفتني، ولكن أقواهم. المشكلة إن لما يكون حد معمول له سحر من ساحر هو اللي بيسحر بنفسه لهذا الشخص، لأنه بينه وبينه ضغينة، يعني ساحر بينه وبينه ضغينة بينك وبينه هو، يعني ساحر يكون بينه وبين شخص ضغينة ضغينة، فمش شخص بيروح للساحر عشان يسحر. يعني أنا مثلا كاره واحد عفوا، هروح أعمل سحر، فأروح للساحر أروح له أقول له والله أنا عايز أعمل سحر لفلان الفلاني، فبيعمل له سحر، فخلاص الساحر ما بيسألش بعد كده إلا إذا كان بيدفع له، الساحر ما بيسألش إذا كان بيدفع له عشان يتابع السحر ده إذا كان شغال ولا بطل، وبيضر صاحبه. ولكن لما يكون الساحر بنفسه هو اللي عامل السحر، فبيتابع كل يوم every time، في كل وقت، في كل ساعة، في كل دقيقة، لما يكون بينه وبين شخص ضغينة، فده للأسف ما بيسيبش الشخص المسحور، بيتابعه على طول لأنه بينه وبينه ضغينة فما بيسيبوش. ولكن بفضل الله إحنا بنحل برضو، يعني أغلب يعني جات لي حالات فيها مكلف عليها قبائل من الجن، مش جن ولا اتنين ولا تلاتة، لا ده بالتمانين ألف والتسعين ألف والمئة ألف، والناس دي ممكن تكون سمعاني على الهواء دلوقتي، خد بالك، قبائل مكلفة على أسرة. طب ومين يستطيع السيطرة على قبائل إن هو يكلفها بأذى؟ يعني ساحر، ساحر قوي. ساحر بنفسه، ما هو الضغينة بين الساحر وبين أسرة معينة، ما بقاش بين شخص رايح لساحر بيعمل سحر لواحد تاني، لا ده الساحر نفسه هو اللي بينه وبين الأسرة دي ضغينة فبيعمل لهم السحر. وفي أسحار كتير برضو بتختلف بقى، في حاجة اسمها استنساخ في السحر، يعني ممكن أغلب الرقاة والمعالجين ما يعرفوش استنساخ. استنساخ يعني معنى اغلب الرقاة والمعالجين يمكن ما يعرفوش حاجه زي كده، وبحب ان انا برضو افهم ان اتكلم فيها، انا يمكن على صفحتي بتكلم في حاجه زي كده واتكلمت على حاجه زي كده عشان برضو نوعي الرقاة والمعالجين اللي ما عندهمش وعي يبقوا فاهمين. يعني ممكن اعمل سحر ب10 خدام سحر كمثلا، السحر بيعمل سحر ب10 خدام سحر، مش انا الحمد لله انا راجل بعرف القرآن يعني، بس انا بشبه يعني تشبيه هشل ده، يعني ب10 خدام سحر يكلفه بشخص معين، فالراقي بيجي بيعالج بيعرف ان الجسد فيه 10 خدام سحر فبيحرقهم اذا كان هو عنده القدره على كده، او بيخرجهم او ايا كان، تاني يوم الحلق بتنتكس مره اخرى، بتنتكس مره اخرى. ليه؟ لان هو الساحر حط 10 خدام سحر في الجسد، واستنسخ معامل استنساخ لخدام السحر ب 100 واحد بره الجسد، واحد يموت واحد يخش غيره، واحد يموت واحد يخش 10 اتحرقوا او خرجوا 10 يخش غيرهم، واخد بالك؟ فلو هو ما عندوش شهم في هذا المجال
مش هي... خلاص هو هيجي له عجز، هيجي له احباط. دي بتبقى عايزه بقى معالج قوي يعمل عمليه استدعاء لكل بالظبط لكل مستنسخين، يجيبهم يدخلهم جوه الجسد ويحرقوا كلهم معهم. يحرقوا كلهم اللي بره الجسد واللي جوه الجسد، بس هو لازم يكون فاهم حاجه زي كده. طبعا كله بالقران. في جن بصاص بخلاف اللي في الجسد، في جن اسمه الجن البصاص، ده بيجي يشوف الحاله يتابعها ويروح يبلغ الساحر. في جن تابع للساحر بيجي تابع برضه، في جن متابع على الخيالات. في بعض الاسئله بتيجي كتير ان بنشوف خيالات كده او بنحس ان في حد بيمشي ورانا، هو ده؟ لا 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 لا، اللي يحس او يشوف، يعني لو واحد قال لي انا بشوف وفي البيت عندي بشوف خيالات او بشوف شكل بني ادم او بشوف حاجه وبيمشي وبيختفي وبيظهر، في الحاله دي اقول له انت مصاب، لان ما حدش بيشوف الجن. ربنا قال في القرآن كده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يراكم هو وقبيله من حيث لا تر من حيث لا ترونهم. يعني هم يشوفونا واحنا ما نشوفهمش. يشوف امتى البني ادم؟ يشوف امتى؟ لما يكون مصاب. هتقول لي بيشوف ازاي؟ لو انسان مصاب معاه سحر، معاه عين، معاه حسد، معاه مس. طيب مداخله بعد اذن حضرتك ونكمل، وهشرح برضه اقول لك بيشوف ازاي. بعد اتفضل يا استاذ احمد اسيوط. السلام عليكم يا باشا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعدك ممكن اسمع فضيله الشيخ؟ اتفضل يا فندم، معاك الشيخ على الهواء. بعدك، انا كان حصل معايا انا وطفل صغير كان 8 سنين. تمام. فكنت حاجه كده اشوفها خياليه قدامي، خياليه. فاصبحت الحاجه الخياليه دي حصلت معايا مع الكبر، حتى البكال انا هقعد فيه انا شفته طبيعي انا صغير انا وطفل، نقلت وقعدت فيه. في ذنب مني مغاره ما كنتش مفكر ان هي اروح عندها. فذكرت في نفس الخيال اللي انا كنت فيه، يعني شفته على الطبيعه كده قدامي كان حاجه طبيعيه. كنت بلاقي نقود فلوس يوميا في انا الطفوله، بس كنت بستمر في القران، يعني كنت بقرا القران مستمر وانا طفل مع بردد مع تحت القران الكريم. فاصبحت سيادتك دلوقتي متحطم، يعني بعد حين يبقى معايا في جيبي مثلا 1000 جنيه اشتغل مهما اشتغل الاقيه هو، يعني ممكن اخد سبوبه من واحد ب 5000 ابيعها كلها والاقي الالف هو بعد شهر بعد سنه هو لحد لما اديها للناس. معلش مع احترامي، يعني انت معاك 1000 جنيه في جيبك بتشتغل ب 5000 ترجع تلاقيهم هم 1000 جنيه بس ما بقاش فيه 5000؟ لا، في الحاله دي بص انت كده في اذى معاك، بمعنى ممكن يكون شيطان عين، ممكن يكون شيطان عين، شيطان عين ممكن يسرق الفلوس ويسرق الذهب عشان تبقى فاهم، وممكن يكون السحر معمول بالسرقه، يعني خادم السحر الساحر مكلفه يسرق اموال ووديها له عشان تبقى فاهم. فممكن انت معاك اذى يا عين يا معاك سحر، يحاول تشوف راقي كويس او معالج كويس اعرف نفسك عليه ويتابعك ان شاء الله. نكمل حضرتك. شكرا لحضرتك، اتفضل نكمل. اتفضل. اللي كنا فكرني معلش انا نسيت، انا فرجت. احنا كنا بنتكلم في استطاعه الـ 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 الجن ان هو يعني يفعل افعال عفوا ان يشوف، قلت يشوف مع يعني احترامي فبنقول الشخص اللي بيشوف، يعني يقول انا بشوف خيالات او بشوف اشباح عندي في البيت او في الحقيقه مش نوم، يعني ما يكونش في الاحلام، لا يكون في الحقيقه بيشوف اشباح او بيشوف خيالات او حد بيجي يقف قدامه او حد بيحاول ان هو يتهاجم عليه. عفوا، الجن ممكن يفعل هذه الافعال مع الانس؟ ما طبعا لو في انسان مصاب مع سحر، مع مس، مع عين، مع حسد، ممكن الانسان يشوف. اصل انا سمعت من ناس يعني يقول لك بيخبطوا في الحلل في المطبخ، كل حاجه تحصل، بيعملوا حاجات غريبه. نعم، وممكن يشوف. انا بتكلم عن النقطه ان الانسان يشوف امتى بيشوف، بقول لك ما يكون معاه اصابه سحر او مس او عين او حسد. يشوف. هتقول لي بيشوف ازاي؟ هقول لك الشيطان اما بيكون في الجسد، جن او شيطان يكون في الجسد، لو وضع قرنيته على قرنيه الانسان وشبكيه عينه على شبكيه الانسان يخلي الانسان يشوف. في نقطه تاني بقى برضو نتكلم فيها، الاطفال الصغيرين. ناخد طاب الاتصال ده بعد اذن حضرتك. اتفضل. معلش اتفضلي يا ام ملك البحيره. ايوه السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا على طول انا معايا الحمد لله فلوس، بس على طول ابقى تعبانه مثلا عندي حاجه بسيطه بتوجعني واروح بها لاي دكتور. عايزه مش حق يعني الفلوس اللي معايا عايزه اخلصها، مش عارفه مش مفيش بركه في الفلوس، مش عارفه على طول لو حاجه وجعتني اخد فلوس واروح اكشف، اخد فلوس لو كشفت في الاسبوع 3 مرات. وحاجه تانية، بنت عمي بتقول لي ان انت حتى الصلاه بتاعتك مش هتنقبل لان الصلاه بتاعتك انت موهومه، وعشان موهومه الصلاه بتاعتك انت خايفه من ربنا، عشان يعني خايفه وبتقول لي الصلاه بتاعتك مش هتنقبل عشان انت الصلاه بتاعتك كمان وهم.
فانا مش عارفه هي وهم ولا يعني بتقول لي انت موهومه وعشان كده الصلاه بتاعتك فيها وهم فيها حاجه من كده مش ده ديننا انت مش ماشيه على الدين بتاعنا انت عشان خايفه مش هيتقبل لك الحاجات اللي انت بتصليها او بتصومي او كده وانا بجد خايفه برضو يعني في شويه وهم عندي كده معاكي. طب الشيخ الاول السؤال الاول بتاع السؤال الاول اللي هو بتاع الدكتور وعلى طول عايز تضيع فلوس عندك. مع احترامي ليكي احتمال يكون الموضوع اللي معاكي ده موضوع نفسي انت عندك اهام بتهمي نفسك ان انت دايما تعبانه وبتخافي على نفسك فعشان كده بتدوري ان انت دايما تروحي للدكاتره ولازم تصرفي فلوسك طبعا اكيد يا استاذه. اما موضوع الصلاه ده فمعلش مع احترامي ليكي يعني هو الانسان الصلاه خشوع لازم يبقى فيه خشوع في الصلاه عشان ربنا يقبل مننا فاتعشى من انت تكوني بتصلي بخشوع ولكن يقبل الصلاه او ما يقبلهاش هو الله سبحانه وتعالى فما فيش عبد يقول ان ربنا مش هيقبل الصلاه هو ربنا سبحانه وتعالى هو اعلم الغيوب وهو يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور الله انت لازم تصلي ايا كان حتى لو في خوف برضه صلي وتعشى من انت تعرضي نفسك على دكتور نفساني اولا ربما يكون معاك الموضوع ده نفسي. ما اجتمع الخوف والرجاء في قلب عبد الا ادخلاه الجنه يعني ما اجتمع الخوف والرجاء في نعم. قلب عبد الا ادخلاه الجنه. ما معانا طيب شروع القاهره اتصالات النهارده كتير علينا يا شيخ معلش انا اسف الكنترول مش رحمني. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال بس يا فندم. اتفضلي اتفضلي معاك الشيخ علاء. اتفضلي. لو انا مثلا ببص في المرايه كتير يعني بعمل كل حاجه في المرايه لازم ابص فيها فده في غلط يعني خطر عليا في حاجه. هو انت بتبصي بتبصي في المرايه بارادتك ولا غصب عنك؟ لا بارادتي. طيب بارادتك. طب معلش بارادتك معلش المراه دي من اسوأ من اسوأ من اسوأ اللي بيقابلنا في موضوع المس العاشق بيكون بسبب المراه فارجو ان لو انت بتقفي قدام المرايه كتير يبقى دايما في ذكر الله ودايما في قراءه قصار الصور زي الفاتحه والفلق والناس باستمرار وما اقفش قدام المرايه لا اضحك قدام المرايه ولا عفوا الرأس قدام المرايه ولا واحده تحب انها تتملى في جمال جسدها قدام المراه لان الشيطان او الجن بيبقى موجود معنا احنا مش شايفينه هو شايفنا فاي حركه احنا بنعملها الشيطان بيتخيل او الجن بيتخيل ان انت اللي بتتحكي له بيتخيل ان انت بترقصي له فممكن يتلبس الجسد في اسرع وقت اللي هو المس العاشق. نعم المس العاشق ده من اسوأ حالات العلاج بياخد وقت جامد في علاجه فنتعشى من ربنا يشفي ويعافي باذن الله عامه الناس ان شاء الله. شكرا لحضرتك. في سؤال يا شيخ ما مشروعيه ان اللي بيعالج او الراقي ان يعالج بالخنق والضرب في بعض الحالات بيحصل عليها حضور للجن بمجرد ان اي حد بيقرا قران وفي بعض حالات تانية ما بيظهرش مش ده قضيتنا دلوقتي القضيه اللي انا عايز اسال حضرتك فيها وممكن ناخد دوت يبقى شق تاني من السؤال فضل. هل يجوز او ده يعني مدى مشروعيته اللي هو الضرب والخنق والتكتيف والحاجات اللي بنسمع عنها وبنشوفها دي؟ بص المعالج مع احترامي لعامه المعالجين والرقاة اللي بيتعامل بالضرب او الخنق فهو معالج او راقي عقيم يجهل اصول العلاج. البني ادم ممكن يقدر يتحكم في الجن اللي في الجسد في مواضع كثيرة في الإيد اليمين دي في مواضع كثيرة يعني أنا عايز أمسك الجن اللي موجود في الجسد من راسه همسكه من مكان معين في الأصابع بتاعته. لا شوية عليا يا حبيبي أتفضل. من أصابع الإيد الشمال ممكن أمسك الجن من راسه أو من إيده أو من رجله أو من أي مكان أيا كان حتى عفوا مع احترامي ليكوا يعني مواضع معينة كل عقلة من العقل بتاعت الأصابع دي بيبقى جزء من جسد الجن ممكن اتحكم فيه ممكن اقصر عليه بدون ضرب وبدون خنق وبدون المعالج اللي يضرب او يخنق معالج عقيم مع احترامي لعامه الرقاة والمعالجين اللي بيتعاملوا بهذه الطريقه. طيب ما مشروعيه حضرتك العلاج بالاعشاب البخور والزيت الزيتون والكلام ده يعني؟ لا صحه. ده فيه سحر ولا مس ولا عين ولا حسد. بعض الرقاة بيقول لك انا عامل شنطه بكذا من يعني فيها زيت زيتون وفيها كذا زيت زيتون لا غبار عليه لو مقروء عليه لا غبار عليه والماء المقروء لا غبار عليه ولكن ان انا اعالج بالبخور او اعالج بالاعشاب ما فيش علاج سحر بالبخور لو بعالج بالسحر بالبخور اذا هو اساسا شغال سفلي اما الاعشاب لا صحه لا تغني ولا لا تسمن ولا تغني من جوع اما الزيت المقروء عليه والماء لا غبار عليه ولكن هو اجهاد على المصاب ان كل يوم يدهن زيت مقروء عليه ويغتسل او يستحمى في غرفه في اناء عشان ما يستحماش الحمام وياخد الميه يدوقها في زرع ده شقاء ده تعب انا كده بعمل لود عليه.
طيب سؤال حضرتك، ايه مشروعية زواج الانس الجن من الانس؟ يعني في بعض الناس اتكلموا في هذا الامر كثيرا، الا وهو يعني زواج الجن من الانس، ان الجن ممكن يعني تعجبه انسية فهو يعشقها او ايه تمام ما مشروعية هذا الامر؟ هل فعلا الجن ممكن يتجوز ويبقى فيه انجاب وعلاقة كالانس؟ سيد الفاضل، ما فيش زواج بين الانس والجن، في عفوا مع احترامي اسمه زنا وليس زواج. ربنا لم يشرع الزواج بين الانس والجن. ربنا قال في سورة النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. نعم، الانس الانس والجن الجن، وخلق منها زوجها. نعم، يعني لا يجوز زنا. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. طب هل بيحصل انجاب مثلا؟ ما فيش انجاب، لا صحة لذلك، ما فيش صحة لهذا الكلام، دي خرافات، ما فيش انجاب من الانس والجن. والا بقى كنا لقينا بقى مخلوق غريب بقى ماشي في وسطنا بقى، انت ابن مين؟ ابن فلان والجن فلاني بنسمع حالات كتيرة جدا. لا مفيش الكلام ده، لا صحة يعني له. في معاشرة بين الجن والانثى في حالات المس العاشق، او ممكن جنية تيجي تعرض نفسها على شخص وانها تقول له انا اتجوزك، بينهم وبين بعضهم كده كلام مش اكتر ولا اقل، ولكن لا حقيقه ولا مشروعيه في زواج الانس من الجن ولا الانجاب، مفيش انجاب. وربنا قالها صريحه في سوره النساء يا ايها الناس حرام شرعكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها واتقوا الله الذي تسالون به والارحام. كيفيه التغلب على الحالات دي؟ يعني النهارده سواء هي يعني جنيه مثلا عجبها انسي او انسي يعني زنا، ده زنا زنا زنا, زنا. ما هو المثل عاشق مجرد استسلام لهذا الامر. طب في حالات بتقولك احنا ما بنقدرش نقاوم، لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان في سوره الرحمن، ويصحوا يلاقوا فيه علامات زرقاء وعلامات دي علامات المثل العاشق، علامات المثل العاشق بياتي ممكن من المرايه، ياتي ممكن شيطان عين يدخل الجسد ثم ينقلب عاشق للجسد، ممكن خادم سحر يدخل الجسد وينقلب عاشق للجسد. طب العلاج ايه والحل ايه عشان الناس تحصن نفسها؟ احنا عايزين نعرف الناس برضو يا شيخنا الفاضل، يعني كيف تقي نفسك قبل أن تدخل في مرحلة علاج نفسك؟ لأن أنت مش هتقدر تعالج نفسك بنفسك برضو في بعض الحالات، بس الناس عشان تقي، الوقاية خير من العلاج. فضل. بص، عشان نقي نفسنا لازم أول اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، الصلاة على وقتها، نعم، الورد أساسي يوميا من القرآن، الابتعاد عن المعاصي والمحرمات والكبائر، ما ناكلش ربا، عفوا ما ننمش النميمه. ما هو واحد يقول لي ده ما انا بصلي وبقرا قرانه، لا، في حاجات غايبه عننا. لو بصينا احنا وقرانا سوره المؤمن، اول 10 من سوره المؤمن دي الرخصه اللي انت تقي بيها نفسك وتضمن دخولك الجنه. في سوره المؤمن اول 10 من سوره المؤمن قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اول انزاهم والذين هم يعني عفوا قد افلح المؤمنون فطبعا العشر ايات اول 10 ايات فده طبعا ما اكتفيش بس بالصلاه وقراءه القران، لا، في تسبيح وفي ذكر وفي قيام الليل، في صلاه الفجر حاضره، البعد عن الغيب، البعد عن المعاصي والنميمه واكل الحرام والزنا والنظره يعني حضرتك عايز تقول ان المعاصي هي سبب كل الكوارث، سبب اساسي. هو بيقول لك اني بليت باربع يرمينني ما سلطوا علي الا لعظم فتنتي وهلاكي. نعم. ابليس والدنيا ونفسي والهوى. نعم. كيف الخلاص وكلهم اعدائي. وعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهو الشيطان قاعد مش هيسيب حد أساسا. ما هو بقى قال المخلصين، ما قالش المخلصين، لأن طبعا المخلصين أرقى من المخلصين في الدرجة، ياخد صفة الإخلاص الرباني. والإخلاص طبعا زي ما حضرتك عارف سر من أسرار الله عز وجل، إذا ما أودعه قلب عبد من عباده فلا يطلع عليه شيطان فيفسده ولا ملك فيكتبه. فنسأل الله عز وجل الإخلاص. طيب سؤال تاني حضرتك، ايه رأي حضرتك في اللي بيدعوا المقدرة على معرفة السارق وقراءة الفنجان؟ شعوذة ونصب لا اكثر ولا اقل، اما دجالين اما سحرة. لا يعلم الغيب الا الله، لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سيدنا سليمان كان متكئ على منسأته. والجن كان شغال وفترة ثمانية طويلة، مش ممكن ان هو يسخر. فلما خر الدابة الارض اكلت من سأته وخر، خبك معايا، حتى تبين ان هو
توفاه الله. نعم. لا يعلم بموته. لا يعلم الغيب إلا الله. ماشي. ما هو هو سيدنا سليمان فعلا يعني توفاه الله ولا يعلم الجن وكانوا شغالين. ما كانوا شغالين. بتكلم في جزئية هل ممكن إن هو يعني الشخص دوت بيسخر مثلا جن يعرفه يوصل لقرينك برضو بيسخر يعرف جن يوصل لقرينك لا 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 ما بيعرفوش اللي سرق ما بيعرفوش اللي سرق. ناس بتوصل ده سيدي الفاضل مع احترامي هو بيبعت شيطان لقرينك بيوصل لقرينك بيقول له دكتور محمد اتسرق منه 3000 جنيه سيه 1000 جنيه هو دكتور محمد شاكك في مين؟ قرينه بيقول له هو شاكك في فلان وفلان وفلان بيجيب له واحد منهم فبقول لي طب اديني مواصفات فلان اديني مواصفات عبد السلام الضوي نعم. اللي انت قلت عليه مواصفات عبد السلام الضوي وضعه كذا 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 طويل قصير اسمر يبتدي يديله مواصفات شخص من اللي هو شاكك فيه لما يجي بيقول له ما بيقولوش عبد السلام الضوي اللي سرق بيقول له واحد قصير ملامحه كذا اسمراني كذا فاول اسم من حرف عين تقريبا عبد فخلاص بيبدا خلاص كده عنده يقين ان فلان اللي سرق ولكن بالكذب وبيوقع ناس بعضيها بالباطل تمام حضرتك احنا ما كملناش السؤال اللي كنا بنتكلم فيه عن الادوات اللي بيستخدمها الساحر نعم احنا قلنا الاسم واسم الام صوره الشخص ممكن اطر من اطره اطر يعني ملابس يكون فيها رائحه الشخص ما اتغسلتش ولذلك ننصح دائما يا جماعه بنقول لجماعه خاصه النساء اللي بيستعيروا من بعضهم الملابس بتاعه الخروج خاصه فساتين الافراح وخلافه ما يطلعوش حاجه من عفواً من بيوتهم لأي حد يستعيرها إلا إذا اتغسلت كويس وما بقاش فيها رائحة من الجسد لأن ممكن رائحة الجسد دي تعمل إيه ممكن شعر بني آدم ممكن منديل فاين ممكن مج زي ده تشرب عليه كده بقى فيه ريق كده هون ريق بقى في المج هون ممكن يتاخد تعمل عليه سحر ممكن يتاخد تراب كعب الرجل اللي انت قاعد عليه اللي انت مشيت عليه كنس ويتاخد يتعمل لك سحر عليه دي الادوات اللي بيستخدمها الساحر دايما في سحر اي يسحر بها اي شخص طب بيجدوا احيانا في المقابر وبنشوف ده في بعض القنوات عرايس معمول فيها ابر ده بابيس وابر ورقد واحزمه واربطه ده العروسه دي بيتشبه بيها الشخص اللي هيتسحر جسده راس ايدين رجلين بطن رحم معده كل دبوس اتغرس في هذه الدميه اتغرس في الشخص اللي اتعمل له السحر أم يعني سعيد بعد إذن حضرتك عشان ما نزعلهاش أنا آسف هو كنترول ضغط عليا والوقت خير إن شاء الله اتفضل يا أم سعيد معانا على الهوا أيوة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت أنا من فترة كده يا شيخ جه عندي شيخ هنا في البيت كنت تعبانة طبعا فشافني فقرأ عليا قرآن فأنا إيدي اترفعت فقال لي أنت معمول لك سحر نعم. فأنا بعد كده يعني خفيت بعد كده رجعت تعبت تاني فقال لي انت مخطية على سحر يعني بعد كده رحت برضو الشيخ لقيت نفسي تعبت نفس التعب فقال لي فقرأ عليا لقيت ايديا ما ترفعتش فقال لي لا ده انت معمول لك سحر ومش عارفة ايه وكده فأنا مش عارفة هل هو ده السحر خرج مني او ما خرجش مني بس انا ايديا ما ترفعتش بص يا أستاذة مع احترامي هو وارد يكون معاك السحر وارد ما يكونش سحر وارد يكون السحر الشخص الأولاني الله أعلم بيه هل هو يعالجك بالفعل ولا لا ولا مجرد أنه هو قرأ قراءة عليكي بس ما عرفش يتعامل وقال لك أنا أنت كده خلاص بيتي سليمة وتمام التمام وللأسف السحر موجود معاك زي ما هو فمش شرط يعني ممكن هو ما عملش حاجة بس قال لك أنا كده خلاص ده اللي بيجي بيروح لحد بيجي لي حالات كتير زي كده يقول لك أنا دبحته خلاص أنا خرجته واللي يجيب دبوس يشك الرجل يطلع دم يقول له خلاص ده خرج كل ده كلام عن للأسف لا أصل له من الصحة في العلاج طيب معانا اتصال اتفضل يا أستاذ محمد اتفضل السلام عليكم أنا حضرتك متابع الحلقة من البداية وكل الكلام بتاع حضرتك مظبوط بس انا يعني عايز دليل عشان يعني حضرتك بتمسك الجن في اي حته فمش بهاجمك والله بس احنا انا عايزين ايه دليل لان في معالجين كتير بيبقى لهم كل واحد مدرسه وكده فهل الكلام حضرتك بتقوله ايه مصدره يعني مصدره علم ربنا افاض عليا بيه يا حبيبي نعم علم ربنا افاض عليا بهذا العلم ان انا اقدر امسك الجن اللي داخل الجسد من كف الايد الشمال من عقل الايد الصباع الشمال دي العقله دي او دي او دي او دي او دي من كل مكان كل جزئيه في هذه اليد بمسك الجن من جزء منها
في دليل يعتبر يا سيد الفاضل دليل عملي، لما تحب تشوف دليل عملي انا موجود في اي وقت، انا تحت امرك. يؤتي الحكمه من يشاء، وبعدين ده علم يعني، ده علم مع احترامي ليك، مع احترامي ليك انت معالج يا بما يشاء، انت معالج مع احترامي ليك يا باشمهندس. انا بهاجم حضرتك. لا يا فندم، انت على راسي من فوق. راي حضرتك يحترم يا سيد الفاضل، انت على راسي من فوق والله. بعد اذنك يا شيخ عبد السلام، راي حضرتك يا استاذ محمد يحترم وعلى راسنا، واحنا دائما وابدا بنحترم الراي والراي الاخر، وكلام حضرتك على دماغنا وراسنا. هو حضرتك بتتكلم ان في دليل؟ لا، هو ربنا سبحانه وتعالى يؤتي الحكمه من يشاء وفوق كل ذي علم عليم. معلش. النهارده ممكن حضرتك يكون في علم موجود عند حد ماهوش موجود عندي، ولا موجود عند حضرتك، ولا موجود عند غيره. فخير دليل الحالات اللي بتبقى موجوده، او الواقع اللي بيلمسه هذا العلم في ارض الواقع، هو ده خير دليل. ممكن بس بعد اذنك انا اتكلم؟ مع احترامي ليك انت على راسي من فوق طبعا، وانا ما بنتقدكش في اي حاجه، ولكن مع احترامي ليك، هو احنا مع احترامي سواء القران او الرسول عليه الصلاه والسلام ادانا العلم احنا نعالج السحر بالطرق ازاي؟ بالقران تمام، بسنه الرسول تمام، ولكن في امور تانية تخفى عن البشر، عن اي معالج، لازم هو اللي بيتعامل طيب بيها. طيب للاسف الوقت خلص، وبنعتذر استاذ محمد، وان شاء الله يعني يكون في اتصال في حلقه اخرى بمشيئه الرحمن. يا وسلم. مشاهدي الكرام، تحياتي وتحياتي لفضيله الشيخ المعالج عبد السلام الضوى، جزاه الله خير الجزاء على هذا العلم وهذا النفع. نسال الله عز وجل ان يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وياك يا اخي.